السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو جيت نقدم لكم واحد التوضيح بسيط. التوضيح هو فيربلكس، فيربلكس، فيربلكس فول. شنو هو هذا الفرق اللي بيناتهم؟ الفرق هو الكالسيوم فولينات. هذا الكالسيوم فولينات هو اللي مزيود فيربلكس فول على فيربلكس. اما فيربلكس وفيربلكس فول نفس الدوزاج ديال لو فير. هاد الكالسيوم فولينات بزاف ديال الناس ما تياخذوش. علاش؟ هو ان الطريقه باش ياخذوا هاد القرعه واحد 90% تياخذوها غلطه، او الناس اللي خدامين في الصيدليات ما تيوريهمش الطريقه كيفاش يستعملوها. نوريكم كيفاش. هادي تتحل القرعة تتشرب. بزاف ديال الناس تياخذوا هادي تاهي تيحلوها وتيشربوها هكاك. هاد الطريقة خاطئة. علاش؟ هنا عندنا كيف تنشوفوا واش تبان لكم، هنا واحد تيبوشون. هادي الا سيريناها بحال هكا مثلا، حلينا تلقاو هاد البوشون الحمراء. بزاف ديال الناس ما تيردوش ليها البال. اشنو تيوقع ليهم؟ تيحلوا القرعه وتياخذوها تيشربوها. هذه طريقه خاطئه. الطريقه الصحيحه هو اننا غنشدوا هاد البوشون، هادي غنوركو عليها. هنا كاين واحد البودر هو ديال الكالسيوم. هاد الكالسيوم ما خصوش يكون ذيب مسبقا في هاد الماده ديال لو فير. يعني غنضغطوا هنا ساعة اللي تنوركم مزيان هنايا، حولي واحد البودر كاينه هنا تتهبط. يعني هنا استفدنا من الكالسيوم اللي كاين في هاد القرعة. تنحركوها مزيان عاد باش نشربوها. هذه هي الطريقة الصحيحة. السلام عليكم.